عليكم، معكم الحاج جمال، مقدم الطائفة العيساوية. كيفاش عشتوا هذا الوباء؟ كانت فيه واحد مرة، ولكني الحمد لله اللي جات من عند الله مرحبا بها. وهاد التلقيح حتى هو اللي كان عطى سيدنا، وداك الشيء حتى هو عاون، حتى هو عاون معنا. والحمد لله، واخا هاد الظروف اللي عشنا ماشي غير احنا، كاين فيهم جويقيه، كاين فيهم نقافات، كاين فيهم بزاف اللي، ولكن الحمد لله ربي كبير وغادي يحيد عنا هادشي ان شاء الله بمقاريب ان شاء الله. فرج الله تعالى يحذف هادشي بمقاريب ان شاء الله. وراه عام ونص، ودابا الدراري اللي معايا تا هما مساكن مضرورين، وكاين اللي بوليداته، وكاين اللي هادي، ولكن الحمد لله كلشي ندوزو الله على خير وبخير. شحال نتوما في الفرقة؟ حنايا نعم سيدي كاين 10. 10 10 كلهم ضروا، كلهم ضروا مساكن، وكاين اللي عنده وليداته، وكاين اللي رواصي. الحمد لله دابا معاك. الحمد لله احنا غير مسيرين، ماشي مخليين. دابا معاك التلقيح الحمد لله. الحمد لله مع التلقيح، وداك الشيء كان عندنا واحد الفرح وواحد الامان الجميع لهاد الناس هذو اللي كاع ضروا. نطلبوا الله تعالى يفاجئ لنا هذا الغمر المورال. تصلوا بك الناس؟ كيتصلوا بيا الناس، كيعيطوا ليا، كنقول لهم ودي راه انتم طلبوا يديكم، طلبوا معنا الله تعالى يحيد هذا الوباء وهذا الشيء، وراه باقي ان شاء الله كل شيء غادي يكون بخير وعلى خير. ان شاء الله. فين خدمتي؟ خدمت عند خدمت عند اليوبي، خدمت عند السفريوي، عند دريس الوزاني، خدمت مع البناني، خدمت مع الحاج الطاهر، مع الحاج موبيت، مع السي المرنيسي الله يطول لينا في عمره، راه خدمت لعائلته كامله. بالنسبه للمهرجانات؟ بالنسبه للمهرجانات خدمت في فيستيفال الصويره مع 5 سنين دابا، وانا كنخدم بها، عندي لي بات، عندي الوراق باش نمكن نخدم معاهم. ولكن الحمد لله كلشي كلشي كيتعوض، وكلشي كيتصوب، إلا كان شوية الصبر، ومع فرحنا مع التلقيحات وداك الشيء، يعني سيدنا الله ينصرو دار واحد المجهود، وفرحنا وربي تعالى يسر. كاين شي جديد ان شاء الله تدخلوا به؟ ان شاء الله. ما غير الجديد ديالكم ديال الفرقه؟ ان شاء الله. لا بدا، لا بدا من الجديد، لا بدا الحمد لله. ما حد كيكون الامور ميسره، كل شيء كيتيسر، غير مع هذا الوباء هذا كل شيء تخلط ليه الظرف، كل شيء الحمد لله. الحمد لله والله تعالى يفيدي هذه الغمامه، ان شاء الله بعدا كيعيطوا، الله ينصر سيدنا ان شاء الله. منين بدا هذا الشيء هو كيدعمنا، وهذا الشيء ديال التلقيح يعني فرحنا بزاف. الله يحفظ له ولدو مولاي الحسن، سيدي مولاي الحسن، ويحفظ لاله خديجه والشرف العلويين كاملين. جاء الله وسيد محمد. الحمد لله. سيدنا هاد الذكرى هادي الصلاة على النبي، بالنسبة لهاد الشيء ديال الوباء اللي كان وقف معانا فيه، وعطى واحد الأهمية كبيرة، وأنا كيف قلت لك كنت بوحدي بارك، وتطاحت لي الذكرى هذه، قلت يا ربي نوصلها له حتى يسمعها. الله ينصره، الله يحفظه، والله يعينه ويعونه، الله يبعد عليه شر الخلق، الله يبعد عليه شر الخلق، لا هو ولا سيدي مولاي الحسن. كان يديلو الذكرى هذه بالصحيحة والعافية. مولانا الله الله، مولانا الله الله، والغني مولانا، والغني مولانا، بسم الله بديت في الذكر، بسم الله بديت في الذكر،
ونمجد سلطاني ونمجد سلطاني مولانا الله الله مولانا الله الله والغني مولانا والغني مولانا ما بيدي قدرة ولا أحكام ما بيدي قدرة ولا أحكام تصريت الوحدة أني تصريت الوحدة أني مولانا الله الله مولانا الله الله والغني مولانا والغني مولانا يا ربي انصروا عاونوا يا ربي انصروا وعاونوا محمد السادس محمد السادس. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي.